أهلا بكم في حلقة سريعة. أنا اخترت الألوان الجديدة في صورة الفيديوهات. ها هو اللون الجديد، أخضر وأصفر. حسيت أنه هذا اللون أحسن من اللون القديم. فاكرين اللون القديم كان خلفية زرقاء وفوقيه لون ذهبي تقريبا، فاللون الجديد حيكون الأخضري كهذا مع الأزرق. مع الأزرق أعتقد بيلفت الانتباه أكتر وحيوي أكتر. مثلا شوفوا هنا، ها هي الألوان الجديدة. حادث لما تنزل زمان كنت عامل نفس الصورة بالظبط، ولكن الألوان ها هي القديمة. أنا حاسس الألوان القديمة كانت شوية ميتة، كانت حلوة، ولكن أعتقد الألوان الجديدة ها هي أحسن. طبعا هذا برنامج باوربوينت، يعني كله يعرفه. إذا عجبتك الألوان الجديدة اضرب اللايك، لو ما عجبتكش اكتب تعليق لماذا لم تعجبك. زي ما انتم شايفين هما الصندوق هذا الاخضر والاصفر والازرق، هما دول الالوان اللي انا اعتمدت عليهم. الصورة طبعا ممكن تغيرها، يعني اهو باوربوينت عادي، تفتح اي موقع تختار الصورة اللي تعجبك تنزلها وتحطها هنا. انا اخترت صورة الفلوس هذه، بس يعني اي صورة تحبها ممكن تحطها. فها هي الالوان الجديدة من الان وطالع. هنحط اللون هذا، اعتقد عن نفسي يعني في رأيي هو راح يكون له حيوية اكثر. الان مش عارف ارفع صوتي لانه الفجر 3:30 الفجر تقريبا، حصل لي الفجر وانام. هحمل الحلقة هذه الان قبل ما انام. لو انت سهران اتمنى لك ليلة سعيدة يا صديقي، اتمنى لك او فجر سعيد، ونلتقي في حلقة اخرى في فلوجات قوية قادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.